خدي يا بنتي هاتيلي البوسطه لو سمحتي. عينيا يا حاج. يا صباح الجمال والبهجه والدلع والسعاده. اهلا، صباح الخير يا فهمي بيه. يا بخته. هو مين؟ الحاج طبعا. هو في غيره موجود يا ترى؟ موجود، دي واحدة هديله خبر. اتفضل. لا مش فاهم. ايوه قلت لي الهرم. مش انت قصدك على الهرم الكبير قوي ده اللي هو في الهرم؟ ماله بقى؟ ليه يا بنتي في حاجة؟ فهمي بيه عايز يدخل لحضرتك. طيب خليه يتفضل. اوكي. ايوه لا انا معاك سامعك، بس فصصها لي يا ابني. انا مش فاهم انت قاصد ايه بالظبط. ليس الا انا. اتفضل. متشكر. شكرا. تحب تطلب اي حاجه؟ ربنا يبارك لك. ابعت الراجل. اوكي يا سيدي انا معاك. يا ست امشي بسرعه شويه. حاضر يا حاج. استغفر الله العظيم اقسم العظيم. اتفضل يا فهمي بيه. لا انسان انا خالص. لا ماليش انا في السكك دي. لا 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 اتكل انت على الله وربنا يسهل لك طريقك. اشوفك بخير قريب ان شاء الله. يلا مع السلامه.